هلا وميت السلامة بكل يلي عم يتابعونا وبشوفونا، السوريين وغير السوريين بكل أماكن العالم. أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا صفرة رحالك. أهلا وسهلا فيك والله خالي معلم. أهلا زهرة، أهلا وسهلا. اليوم يا جماعة صفرتنا رح تكون بالمطبخ الخيري مع الناس والستات اللي عم يشتغلوا بهذا المطبخ، فخليكم معنا لندخل ونشوف التفاصيل معكم. يلا تفضل. ميت السلامة بالجميع، أعطونا رأيكم اليوم بهالمكان الحلو، حتى الطقس كمان نحظينا فيه اليوم، وكمان الطقس حلو رب العالمين. نحن هلا بأحد البيوت العربية اللي أخذوها الستات وعملوا فيها هيك مطبخ خيري ليقدروا يوزعوا فيه وجبات يساعدوا فيها الناس المحتاجين أو المتضررين. كيف الشغل معك خالي معلي؟ والله الحمد لله، نحن من سنوات هون بالمطبخ نطبخ مشان نساعد أخوتنا بالمخيمات، وخصوصا هلا اللي تضرروا بالزلزال، يعني راحت عوائلهم، راحت مالهم، ما بقى يحسنوا يجيبوا الطبخه اللي نحن هلا عم نعملها، وعم نحاول نساعدهم ونعمل كل جهدنا انه نقدم لهم لقمه طيبه ان شاء الله. الله يبارك بخالي معالي الحنون دائما. الله يسلمك. ونحن اليوم كمان موجودين هون كرمال هيك نحاول نشترك مع خالي معالي، ساعدها كمان شوي ونطلع هي كيف هيك تتصرف في المطبخ، ايش بتعمل، ايش بيحضره، فخليكم معنا لنبلش. وهلا خلونا نبلش مع الخالات والستات ونسمع حكاياتهم ونسمع امثالهم. كيف خالي مسعد؟ كيف هالطبخ معي؟ والله الحمد لله. كيفكم انتم؟ والله الحمد لله تمام. اخباركم؟ الحمد لله. ايش طبختنا اليوم؟ اليوم بريكه ورز وعوتشة فروج وجنبها السلطات. أيوه ما نسف عربي بامتياز. الجزر اللي شو عم تعملوه خالي؟ سلطات، والله عم نعمل سلطة ملفوف مع جزر. اليوم يعني نحن رح نحضر التجهيزات كلها معكم. رح نشوف ايش الأصناف هيك اللي بتحطوها لتطلع السفرة متكاملة. كل واحد بتبلها على ذوقه، كل واحد بحب يحط لها كريم توم، في ناس بحطوا لها بهارات وسلطة، سلطة بحمض وليمون. بقى نحن بس بنبشرها وبنعبي لهم اياها وبناخذها لل يلا معناها لازم يتحمسوا معنا المتابعين ويشوفوا الخطوات اول باول. خالي معلي حابي اسالك عن الشيء اللي انا عن جد ما عاشرته، وهو يعني انه مسوين لفتني كلامك وقت عم تحكي انه على الفرق بين الاجيال هلا وبين قبل، عن جد بتحسي انه هيك في فرق، يعني هذا الفرق الشاسع بيننا وبينكم؟ اكيد اكيد في فرق كثير كبير والله، يعني بين جيلنا وبين هذا الجيل، هذا الجيل الموبايلات اخذ عقله، رجال ونسوان الصغار والكبار كلهم حاطين راسهم بهالموبايل، بينما احنا ايام زمان كان كل واحد بيركب محله ماسك هالجريده وعم بيقرا بالثقف بياخذ معلومات، كل واحد بيقرا بجريده بمجله، ما في بيت ما بينزل فيه كل يوم جريدتين ثلاثة يومياً. شلون يا مسعد؟ إيه والله يا أخي كمان متذكرة مسعد مثل حكايتي، يبركوا يحلوا هالكلمات المتقاطعة بهالسهرة. إيه وكل مين اللي ما يعني قرأ الجريدة يحكيها، إلا لمرته مثلا اليوم شفنا بالجريدة هيك كاتبين هيك عايزين. إيه؟ لا ما بقى معلومات، ما بقى ضليت سبحان الله كل مين هاتكوا معه يا حضرتي هلا. إيه؟ الجرايد صار يمسح فيها البلور، هيك صرنا نستخدمها. ايه مظبوط. ايه حتى للخزن حتى بأراضي الخزن، لكن النساء تغار من الجريدة. والله بتذكر جارتي بتكون بنت عمتي تقول له يا ريتني جريدة بين ايدي، قد ما عنده ادمان بقراءة الجرايد، تحكي معه ما يسمع احيانا، قد ما بيقرا جرايد كثير كثير عنده يعني هواية القراءة. يعني مثل الجوال هلا نفس الشيء. ايه ايه تقول له يا ريتني جريدة بين ايديك. خالي اليوم حسب ما عم بشوف انه يمكن الخالات عم يحضروا فريكي ورز، وهي السلطه بيقولوا لها السلطه الروسيه كثير بتحطوها جنبها، يعني ايه نحن بنفرم وبنبعث لهم اياه وهن بتبلوه على كيفهم. اخوتنا بالمخيمات ايه رح يوصلون هو بس المفروم، هن بتبلوه بطريقتهم. عن جد؟ ايه انت يعني بتحضرون اياهم وبتبعتوهم، ما انه مثلا بتخلطوهم كلهم؟ لا ما بنحط لهم تبله نحن هون. ناس بيعملوا روسيه يعني وفي ناس بيعملوا سلطه طبيعيه. اليوم طبختنا فريكة ورز وعلى وجه فروج، يعني منسف
عربي وجنبه ان شاء الله السلطات باذن الله تعالى، نحاول نعمل لهم الاكلات اللي ما بيحسنوا يشتروها هن. يعني هلا اللحمه غاليه وظروفهم، هالناس اللي هجرت هلا بسبب الزلزال ظروفهم صعبه وما راح يحسنوا يجيبوا اللحمه، نحن عم نعمل كل جهدنا نقدم لهم اللقمه اللي ما بيحسنوا يجيبوها، وان شاء الله هيك رب العالمين الله يوفقهم يا رب، وتصل لنا ان شاء الله لقمه طيبه وصحتين وهنا على قلب كل من بياكل يا رب. خلي الخالات يفرموا، وقومي يا زهره لنطمن على الفروج نشوفه استوى ولا لا، اذا مستوي رح نطب الفريكه. اصلا انا حابه اشوفك يعني كيف عم تحضري. تفضلي معي. يلا وهلا عم نسلق الفروج، بعد ما قشينا الزفره رح نحط المعطرات، ليمون، القرفة. أعطينا يا بنتي حب الهال، تفضلي حط حب الهال، ورق الغار مشان الزنخط، راح نستنى لبين ما يستوي. هلا الفروج رايح يستوي، بسم الله لسه بده كمان، بدنا نستنى ليستوي. هلا لسه ما استوى الفروج، وهلا رح نطب الرز. بسم الله لا تخافي. استني خالي ما بينزل، نرجع؟ لا بنزل بنزل. يلا انا ما بدي لك، انا سكتة لك خالي عم يقلب. بسم الله كل يوم عم نطب 50 كيلو رز. لك عم يصحب، كان عم يصحب. لا شوفي ايش جبت لك اليوم خالي، هاي لعبه هيك كرمال نشط ذاكرتنا، وهاي لعبه من ايام زمان هي حل الكلمات المتقاطعه. اي والله بتعرفيها؟ ايه لك شلون؟ بتقدري تنافسينا فيها؟ ما شاء الله يلا بنحلها نشوف. يلا رجع ذاكرتنا القديمه. ايه والله لكن ان شاء الله بنحلها. الحين اول سؤال. ايه اول عاصمه، اول عاصمه الامريكي ايش بتقولي انت؟ واشنطن. يلا امبارح والله يا خالي كمان رحنا انا ورفقاتي على مقهى هون بادلب، يعني رحنا كرمال نغير جو ونبسط هيك، بس عن جد ما انبسطت، يعني انه رحنا كرمال نحكي، كرمال ناخذ ونعطي نتناقش، ما بتحس يعني بتحس هذا الجو انفقد، كل وحده فينا مثلا قاعده على الجوال ما في حديث اصلا مفيد نحكي مع بعض، ما في اخذ وعطى بين بعض، يعني القعده كانت هيك ممله جدا رغم انه نحن رحنا كرمال نغير جو. هي القهوة لترفيه النفس، يعني اجتمعوا ضحكة مزحة حديث طرفة صارت معهم، يعني غيروا جو لحتى ينسوا الظروف اللي هن فيها. مفكرة مثل أيام زمان، أيام زمان كانت القهوة يروحوا يجتمعوا ليحكوا بالسياسة والثقافة، كانت يعني يسموها صالون الثقافة صالون السياسة، وقت بده يحلوا أمور البلد يبركوا يجتمعوا بالأخوات، كانت يستفيدوا من بركتهم. يعني مو مثل هلأ أيه. كل واحد على موبايله، لك حتى بالعيلة وقت اللي بنبرك ما بنحس بالاجتماع الترابط الأسري لأنه كل واحد بتشك راسه بهالجهاز. يلا بدنا نروح نطمن على طبختنا. يلا شوف ايش صار، خلينا نساعدك شوي. ايه يلا تمام يلا تفضلي خالي. وهلا هيك استوت طبختنا، ويلا يا زهراء لنجهز السكب. اعطينا نشوف. هلا بنحط جنبه الفريكه. Thank you.
لهون بتكون انتهت سفرتنا اليوم. الله يسلم ايديك يا خالي ام علي. الله يسلمك ويحفظك يا رب. ومن هالمطبخ اليوم عن جد شفنا بعيننا قديش الناس اللي بتقدر تساعد ما بتقصر ابدا، ويعني لدرجه انه فتحوا الستات مطبخ خيري عم بيشاركوا فيه قدر الامكان لحتى يوزعوا على كل الناس اللي تضررت سواء بالحرب او بالزلزال. كمان نحن ما بدنا ننسى انه الاقربون اولى بالمعروف، لو فينا نقسم هالصحن بيني وبين اختي، بيني وبين والدتي، ابدا ما تقصروا بهذا الشيء. بيت عمنا، بيت خالنا، مهما كان وقت بيكون في حدا حواليكم محتاج او بحاجه مساعده حتى لو بالاكل ساعدوه. فالمفروض انه عن جد ما لازم نقطع بعضنا ابدا، ونضل نحاول قدر الامكان ولو بابسط الاشياء نحن نتقاسمها سوا. مزبوط، هيك وصانا الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث قال اكثروا المرق واطعموا الجار. يعني سبحان الله، شقد ما كانت طبختك صغيره كتري لها مرقتها وصبي صحن لجاري الجنبك واللي بعده. رب العالمين صح. اوصانا بسابع جار. أي والله. ولازم نتذكر اهلنا بالمخيمات، نتذكر جيراننا ونعرف من وين في انسان بحاجه نطعميه. اي والله، وان شاء الله صحه وهنا على قلب كل مين بياكل ويدعوا لنا ويتذكرونا بدعوه. صحيح، الله يقويك خالي ام علي دائما عن جد، لانه ما شاء الله عليك قديش شفتك تحت انه هيك عم تشتغلي من قلبك وتعطي. اي الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يتقبل يا رب. امين يا رب. لهون بتكون انتهت حلقتنا اليوم، ان شاء الله بنشوفكم على خير بحلقات جديده. السلام عليكم. السلام عليكم.